تغط منطقة جبل أولياء الواقعة جنوب الخرطوم في نوم عميق عندما بدأت كاميرا الشروق زيارتها للمنطقة، ولكنها قطعا ستصحو من نومها مع مداعبة أشعة الشمس لها، والتي تحاول هي الأخرى طرد النعاس من عينيها بإرسال خيوطها الضوئية إشعارا بالشروق. وهنا تبدو السماء صافية عند مدخل خزان جبل أولياء الذي تجول الطيور في فضائه، كما تجول في خواطرنا أسئلة كثيرة، من بينها كيف يمر يومنا هذا في منطقة الجبل؟ ترقد على ضفة النيل مراكب الصيادين في انتظار القادمين باكرا لتنطلق بعدها داخل النيل. يقف هذا الطائر وكأنه يحرس مركب صديقه القادم ليستلم عنه، فالهدوء هو الذي يسيطر على الضفاف، هدوء ربما تعقبه حركة نشطة تملأ المكان ضجيجا وسخ. فمنطقة جبل أولياء تمتاز بطبيعتها الخلابة ومناظرها الجميلة، فهي قبلة للزوار يغضون فيها أوقات إجازاتهم. سوق النساء العاملات يقع بالقرب من مدخل الخزان. تقوم النساء بإعداد الشاي باكرا للصيادين قبل النزول إلى البحر، وينتظمن في مواقع حددت لهن لبيع الطعام والمشرب. أعداد كبيرة من الصيادين يتجاذبون أطراف الحديث مع تناول كوب الشاي الذي عادة ما تطلب معه الزلابية، ويطلق السودانيون على هذه الطريقة في تناول الشاي بفك الريك، فهي عبارة عن وجبة خفيفة عند الصباح. بدأت حركة طفيفة تدب على ضفاف النيل، وهنا أبحرت أولى المراكب التي اصطادتها الكاميرا وهي في طريقها بحثا عن الرزق. ولكن ترى كيف تبدو الحركة عند مدخل الخزان بعد أن أعلنت الشمس إشراقها الكامل؟ على الضفة الأخرى من النيل الأبيض تنتشر قرى قبائل الجموعية التي تعبر من الغرب إلى الشرق للتبضع، فمنطقة جبل أولياء تعتبر أكبر سوق لهم، لذا يزدحم الخزان بالعربات والمارة طوال الوقت. تمتد بحيرة خزان جبل أولياء من جنوب الخزان حتى مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض، ويغدر مخزونها من الأسماك بحوالي 15,000 طن، المستقل منها حاليا 11,300 طن سنويا، ويعتمد إنتاج الأسماك داخل البحيرة على القطاع الخاص. كما يعتبر خزان جبل أولياء من مصادر الطاقة الكهربائية الهامة في السودان، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية 3.4 ميجاوات، وتقوم هذه التوربينات المصفوفة بتوليد الطاقة الكهربائية داخل الخزان، فهو يعمل داخل الشبكة القومية للكهرباء في السودان. وقد استحدثت هذه التوربينات في وقت قريب بعد زيادة أعدادها، شيد في العام 1937 ليسد حاجة المياه بجمهورية مصر العربية حينها، ويستفاد من الخزان الآن في رفع مناسيب المياه خلف وأمام الخزان لري مشاريع النيل الأبيض الزراعية ومشاريع الطلمبات شمال الخزان، هذا إضافة لتنظيمه فيضان النيل. وتسع بحيرة الخزان حوالي 3.5 مليار متر مكعب من المياه، وظل يتبع فنيا وإداريا لجمهورية مصر العربية حتى تم تسليمه لجمهورية السودان في فبراير 1977. ولما كانت بحيرة الخزان واحدة من أكبر مصائد الأسماك في السودان، تشهد المنطقة إقبالا كبيرا لشراء الأسماك بأنواعها المختلفة، فالانتشار الواسع للصيادين داخل الخزان جعل منه السوق الرئيس لبيع الأسماك للمواطنين، وانتعشت المنطقة بذلك وأصبحت مصدر رزق للكثيرين. وهنا لا يبدو الانتظار مملا بعد شراء الأسماك، فعمليات نظافة الأسماك التي يقوم بها الصبية تؤكد لك بأنهم أصحاب مهارات عالية. أما الكبار فهي تبدو مهنتهم الأساسية ويجدونها إجادة كاملة، فمعظم الأسماك التي تخرج من النيل تذهب إلى المطاعم الكبيرة داخل الخرطوم، والبعض الآخر منها يقوم تجار الأسماك بتصديره إلى داخل وخارج السودان. ولكن هل تبدو عملية صيد الأسماك سهلة خاصة داخل بحيرة الخزان؟
فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الخبرات داخل النيل، خاصة منطقة شمال الخزان التي وصفت بأنها عميقة. عمنا حسين أحد الصيادين القدامى بخزان جبل أولياء، فهو يبدأ رحلته منذ الصباح الباكر إلى الخزان بتفقد شبكة الصيد التي ربما تحتاج إلى حياكة في بعض من أجزائها. فعملية الحياكة قد لا تستغرق وقتا طويلا، ولكنها هامة عند النزول إلى البحر. يستعد العم حسين بعدها إلى الذهاب إلى البحر وهو لا يدري كم نصيبه من الأسماك، ولكنه يقطع مسافة ليست بالقصيرة للوصول إلى مكان صيده الذي يفتخر به كثيرا. فهو يمر داخل الخزان وهو في لهف لصيد اليوم، ولكن يبدو أن العم حسين قد سبقه كثيرون إلى المكان ذاته، فالجميع داخل البحر إخوان جمعت بينهم مهنة الصيد التي امتهنوها منذ نعومة أظافرهم. تكثر أعضاد الصيادين داخل البحر ولهم جمعية تهتم بشؤونهم وتعمل على حل مشكلاتهم بعيدا عن الدوائر الرسمية، فهم يمارسون صيد الأسماك بالطرق التقليدية، وكثيرا ما تعترضهم بعض المشكلات، ولكن الجمعية تقف معهم لتطوير مهنتهم. يقف عمنا حسين مع هؤلاء الصيادين كغيره لانتظار رزقه. الكل يرمي شبكته داخل البحر لينتظر. شبكة العم حسين اصطادت بعض الأسماك ولكنها ليست كثيرة، وهو يحاول إخراجها من المياه إلى مكان تجمع الأسماك التي اصطادها. العم حسين يفرز أسماكه إلى صغيرة وكبيرة بهذه الصورة ليسهل بيعها عند مدخل الخزان للتجار. دعانا العم حسين إلى التجوال داخل البحر وقد أظهر لنا كرما فياضا غير مسبوق، فهو يمارس الصيد عن طريق الشباك والمراكب معا، ولكنه يفضل صيد الشباك، وظل يدفع بمركبه إلى داخل البحر طوال الرحلة القصيرة التي قمنا بها. فللبحر متعته التي تحسها بعيدا عن ضوضاء اليابسة.